الضعف في صفوف الشباب ملتزم، في صفوف الشباب الملتزم الضعف، فما والملل كذلك، فنريد أن تبين الأسباب التي تجعل الشباب يعني يكون في قوة بعد الالتزام. الالتزام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يسره ولله الحمد، وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله فيه تقدم. لكن الشيطان قد يأتي للإنسان الملتزم فيثبطه عن فعل الخير، أو يعيده بفعل الشر بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل. ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه. هذا واحد. السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله، فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثالثا أن لا يكون عند الالتزام مندفعا أكثر مما ينبغي، لأنه إذا اندفع أكثر مما ينبغي وحمل نفسه ما لا يجب تعب ومل. لكن إذا التزم بانتظام وتمشى على ما تقتضيه الشريعة فإن الغالب مع فعل بقية الأسباب أن لا يمل. الرابع أن لا يتضجر تضجرا يصده عن طاعة الله مما يشاهد في مجتمعه. فإن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك على آثارهم. وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان إذا أصلح نفسه فيما بينه وبين ربه فلا يهلكن بفعل غيره، يدعو إلى الله ويسأل الله لهم الهداية، ويعلم أنه ما من حساب من عليه شيء وما من حسابه عليه من شيء. فهذه أربعة أسباب تحضرني الآن، وربما يكون هناك أسباب أخرى لتقويته وتثبيته على ما هو عليه من الالتزام. فيها أيضا سبب خامس وهو سؤال الله الثبات. نسأل الله دائما أن يثبته وأن يعينه. نعم.